بعد حين بالبداية للنهاية قالوا يا ما قالوا في الحكاية ناس كتيرة حيرة بعد حيرة بالبداية للنهاية قالوا يا ما قالوا في الحكاية ناس كتيرة عالورد اللي بيتسن دموع عينينا ولا حد منا يلطف ده حرام علينا عالورد اللي بيتسن دموع عينينا ولا حد منا يلطف ده حرام علينا ايه ذنبي وردي ايه 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 ذنبي الوردي ايه 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 ذنبي الوردي أوراق الورد بتتكلم وبتصرخ وتقول لي جاني إذا كنت خاصمت البستاني إيه ذنب الورد إيه إيه الورد